عفوا يحرص على الدعاء المسجوع، مثل ماذا؟ مثل اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت العرض وتحت الأرض ويوم العرض، هذا مسجى. والمذموم والمنهي هو المتكلف، أما إذا كان جرى على اللسان ولم يتكلفه الداعي فلا حرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جرت على لسانه كلمات يظهر أنها مسجوعة لكن بدون تكلف، مثل ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء، هذا مسجوع لكن بدون تكلف. وهكذا اللهم إني أعوذ بك من بطن لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، فهذا مسجوع لكن بدون تكلف. أما الدعاء المتكلف السجع فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وترى أن بعض الناس خاصة الأئمة وخاصة في رمضان ربما يتصيد ويجمع جملة من الأدعية المسجوعة، وهذا خلاف هدي رسول الله. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. خفية يعني وأيضا خيفة يعني فيه تعظيم وإجلال لله جل وعلا. أما السجع فإنه يتنافى مع الخشوع وكماله والانكسار. قال الحافظ رحمه الله: ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها. قاله ابن دريد وقال الأزهري: هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن، لأنه إذا كان يراعى الوزن فهو شعر، لكن هذا سجع. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن محمد ابن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ وهو ابن موسى النحوي كما قال الحافظ قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال الحافظ بكسر المعجمة وتشديد الراء الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس من الملل، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، فانظر السجع من الدعاء
فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي أنهم يجتنبون السجع. وحمل ابن النابغة لما أتى بذلكم الكلام المسجوع قال: من إخوان الكهان من أجل سجع. وبعض الناس إذا سمع كلاما مسجوعا انبهر وصدقه ولو كان باطلا. قال الحافظ رحمه الله: قوله حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين، هذا إرشاد وقد بين حكمته، هذا بالنسبة للوعظ والمحاضرات. أما الدروس العلمية فإنها تستمر في المساجد والمدارس والكليات والجامعات، وتدريس غير الوعظ والإرشاد. قوله: ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تمل الناس هذا القرآن، هو بضم أوله أو أول تمل من الرباعي والملل والسآمة بمعنى. وهذا القرآن منصوب على المفعولية وقد تقدم في كتاب العلم. وقوله: لا ألفينك، أي لا أجدنك، النهي بحسب الظاهر للمتكلم. ثم قال: وفيه كراهة التحديث عند من لا يقبل عليه، والنهي عن قطع حديث غيره، وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه، ويحدث من يشتهي سماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. نعم ينتبه، بعضهم ربما أتى في مجلس وقال: أنصتوا سنحفظ حديثا، وهم لا يرغبون، وربما قطعهم عن حديثهم فيما بينهم، فعند ذلك تحدث انعكاسات، يكرهون الحديث ولا يحبون سماعه. لكن ممكن، ما رأيكم، هل عندكم رغبة واستعداد أن نحفظ حديثا؟ فإن قالوا مرحبا فلا بأس، وإن قالوا لا، ترانا مشغولون وعندنا أمور والحديث يحتاج إلى تفرغ وإلى وقت، فلا. قال: وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء. قال ابن التين: المراد بالنهي المستكره منه، وقال الداوودي: الاستكثار منه. قوله: لا يفعلون إلا ذلك، أي ترك السجع، ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يحيى بن محمد شيخ البخاري بسنده فيه: لا يفعل ذلك بإسقاط إلا، وهو واضح. وكذا أخرجه البزار في مسنده عن يحيى والطبراني عن البزار. قال: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام، كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. وكقوله: صدق وعده وأعز جنده ونصر عبده أيضا الحديث. وكقوله: أعوذ بك من عين لا تدمع،
ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع. حديث رواه مسلم عن زيد بن أرقم. وجاء من حديث أنس في صحيح المسند قال الغزالي رحمه الله: المكروه من السجع هو المتكلف، لأنه لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة. قال الأزهري: وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنة، كما في قصة المرأة من هذيل، نعم، الذي أتى وقال: كيف يغرم من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك يطل. قال النبي: من إخوان الكهان. وقال أبو زيد وغيره: أصل السجع القصد المستوي، سواء كان في الكلام أم في غيره. طيب، تصحيح الدعاء. إذن هذا أدب من أدب الدعاء: وادع الله بما في قلبك وبما في نفسك وما تجد من الكلمات. نعم، أهل العلم يحذرون من اللحن، واللحن ليس من أدب الدعاء، لكن أما أن تأتي وأن تنظم كلمات وأن تقفي عبارات، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يكون عن ضراعة وعن استحضار قلب وعن إيقان بالإجابة وعزم في الدعاء. الكلمات ما تيسر. وموسى قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هذا أتى بدون يعني تكلف، وأيضا قد يقال هذا شرع من قبلنا، أما شرعنا فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السجع. طيب، هنا في تصحيح الدعاء قال: السجع المتكلف في الدعاء اعتداء، اعتداء ولا تعتدوا. قال: السجع هو موالاة الكلام على روي واحد، وقصد الداعي السجع في الدعاء مانع من الخشوع المطلوب في الدعاء، مناف للضراعة والابتهال، لذا صار النهي عنه. أما السجع الذي لا يقصده الداعي ولا يتكلفه، فهو الذي يصدر من الداعي من غير قصد السجع ولا تكلفه، كما في بعض الأدعية الواردة، ولهذا تكون في غاية الانسجام. هذا كلام الحافظ. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال بعض المفسرين: معناه التكلف في الأسجاع، انتهى. وهذا من التفسير ببعض المعاني. وذكر ما رواه ابن عباس. قال: وروى ابن وهب في كتابه عن التابعي الجليل وأحد الفقهاء السبعة المشهورين، عروة بن الزبير، أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه سجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه قال: كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين، يعني كما سمعنا. قال الطرطوشي في الحوادث والبدع: وقد كان النهي عن الدعاء المسجوع من بواعث الحافظ أبي القاسم الطبراني
رحمه الله على تأليف كتاب الدعاء، فإنه قال: هذا كتاب ألفته جامعا لأدعية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حداني على ذلك أني رأيت كثيرا من الناس قد تمسكوا بأدعية سجع وأدعية وضعت على عدد الأيام مما ألفها الوراقون لا تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين بإحسان مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهة للسجع في الدعاء والتعدي. نعم، هو هذا. ويحذر ذلكم الدعاء المستجاب، دعاء يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والشهر يعني محرم وصفر إلى آخر الشهور، هذا كله كذب. وإنما من أراد ذلك فليقرأ أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صحيح سنته. إلى هنا، بارك الله فيك.